بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا سيدنا محمد ونبينا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام. السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله راكم بخير وصحة جيدة ان شاء الله. يا ربي كيفاش فوتوا هذيك الفترة تاع الريح وهذيك النو، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير عليكم نتوما وعائلاتكم واحبائكم ان شاء الله. اليوم راهي الشميسة روعة روعة، درت بسكويت تاهي طيب، حتى شفنا الرئيس تاعنا بان في التلفزيون فرحنا بالبزاف، ربي يرجعها ان شاء الله سالم غانم معافى ان شاء الله للوطن العزيز. يا ربي تشافيه وتشافي أمة محمد، أول ظهور رئيس الجمهورية بعد فترة طويلة تاع المرض، ربي يشافيه ويعافيه، فرحنا كي شفناه وربي يشافيه لعائلته والشعب تاعه إن شاء الله. يا ربي تمنوا له الشفاء العاجل. أنا فريمون فرحت بزاف، تحية بلادنا وتحية إن شاء الله الشعب تاعنا اللي صابور وقلبه كبير. بغيت ندير شوية مبسس، شرا لي ولدي هذا السميد المويا زيادة مع البسكوين، هذا غير باش نفرحوا باللي شفنا الرئيس تاعنا الحمد لله عليه. يا ربي مازال فترة تاع نقاهة بصح ان شاء الله يولي. شوفوا السميد، هذا هو السميد المويا اللي انا نخدم به نبسس سوا المعسل، راني ديجا درتها في القناة. هذا غير مبسس تاع الطاجين غير للعشوة بيناتنا، زوج كيلات ملاح معمرين في غرفية تاع السميد المويا، وكل كيلات لها قرصة تاع الملح. هكا باش نعرف حسابي، نتوما كي ديروا الملح ديروا كل وحده قيس تاعها. مغرف زبده راكم تشوفوا راهي طريه بالبزاف، غادي نحطها مع السميد تاعي، غادي نبسها مليح 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 مع هاد الكميه تاع الزيت. الزيت شعال نص كاس تاع الزيت في زوج كيلات معمرين مليح مليح، والزبده هذيك غادي تزيدها الطراوه تزيدها الهشاشه تاعها. غادي نبسها مليح مليح مليح، فيديو خفيف ظريف غير باش نطلع لكم ونسلم عليكم ان شاء الله. هاو نبسس، ما كاش اللي ما يعرفهاش، كاين اللي يديرها غير بالزيت، انا نديرها بالزيت والزبده. ديفو نديرها بالزيت كي ماكش عندي دهن، بصح بالزبده غادي يعطيه لوغو خير ويشد لنا مليح ويجينا طري ويجينا هكا يتفرتت في الفم. نبسه مليح مليح، سمحوا لي نخدم بالكوش بيسكو الكاميرا راهي على اليمنى، ومن بعد نلمها عادي عادي. بصح حتى تبسوه مليح مليح، حتى كي تحسوا بلي السميد تاعكم راه شرب مليح هذيك الماده الدسيمه، لموه بشويه تاع الماء ما تجروهاش هكا باش ديريكتومون طيبو، قطعوها وطيبوه. انا غادي نبسها ان شاء الله نلمه بالماء نعاودو نطلقو باش نطيبوه. هاي العجينه تاعي كيفاش ولات طريه، ماشي يابسه ومشي جاريه، خاطرش انا غادي غير نلموها بالماء، غادي نقرصوها ونقطعوها ونطيبوها. هذه معناها لا فتره راحه لا تخلوها تشرب ومن بعد تعاودوا تشمخوها بالماء وتلموها، لا والو، هذا غير باش نعطيكم النشاط والطاقه الايجابيه ان شاء الله. مع راهي الشميسه مع الدنيا راهي فرحانه اليوم، مع باش ديروا المبسس ان شاء الله غير تاع الطاجين عشوه بيناتكم. غادي ش غادي ندير انايا، غادي غير قرصته هذا وين قرصته كملته، غادي نقطعه باش تشوفوا السمك تاعه، نوريكم السمك تاعه مليح مليح. شوفوا السمك شعر راه السمك، ما لازم تغلطوا ما لازم ترقوا، رقيق يجي يابس والغليظ غادي يجيكم معجن. والطاجين ديجا يسخن، انا قبل كاع ما نبدا الفيديو درته يسخن على نار قليله، ماشي نار اونفان موين، ماشي نار قاويه هكا باش ما ينحرق الطاجين ما يحرق لي السميد ديريكتومون، وباش يطيب لي من برا ومن الداخل. ش نديروا نقطعوا الحبيبات هكا، كي ترفدوهم رفدوهم غير بالعقل وتعاودوا تسقموهم. نديرو هكا باش نعرفوا احنا بلي رفدنا مليح مليح البس تاعنا. شوفوا الغلديه تاعه فوالا، ونبداو نخدموا فيه كيما هكا، نعاودوا نراجعوا فوالا هكا ان شاء الله يطيب مليح، ما يطيب مفتت ما حتى حاجه. تشوفوا فوالا، انا غادي نكمل كاع البس تاعي ان شاء الله، نقطعه كما نرفد حبه نعاود نساوي من نسقدها هكا مليح مليح، سورتو هادو الحواش باش ما يتشقوليش. نطيبه نعاود نولي. ها هو المبسس تاعي طاب، والبسكوي ولا اسهل ولا ابسط، نص كوت شاب، ثلاث حبات بيض، نص كاس حليب، نص كاس زيت، ونص كاس تاع السكر ولا فاني. ومن بعد كي طاب اونفان درت له لا لوفور والفرينه، وكي طاب درت له شويه كونفيتير والشيكولا شوربه، هذه عادي درت له زوج تاع لا لوفور باش يطلع مفخفخ ويطلع شباب، يشوفوا كيفاش يطيب فوالا. والمبسس تاعنا تاع اليوم اللي درت له الوصفه اليوم اللي درت له الفيديو، شوفوا كيفاش يطيب، يطيب ما شاء الله. ها هو يتفتت، شوف منش باغيين نزيد نفتح، شوف
مره عندكم ان شاء الله يا ربي عطيتكم ان شاء الله النشاط وعطيتكم الرغبه باش تنوضوا تخدموا سيرتو مع راهي شميسه وليدات راهم جاو من القرايه غادي نحط لهم شويه تاع لاتاي ونعاود لكم نقول لكم باللي ربي يخليكم ليا ان شاء الله يا ربي وتكبر القناه بكم ونسلم عليكم كلكم ان شاء الله كاع راكم بخير ونبغيكم كاع الصحه والعافيه يا ربي ان شاء الله دمنا فرحانين بصحه جيده ولا يقلع لنا هذا الوباء دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم.